نروح مع حضراتكم لمحافظة الفيوم، محافظة زي محافظات كتيرة جدا كان عندها مشاكل في الصرف الصحي وفي المياه النظيفة للشرب، شأنها شأن محافظات كتيرة جدا في وجه إبلي أو حتى محافظات الأقاليم، كل القرى والعزب والنجوم ما كانش فيها غالبا يعني صرف صحي. في مشروعات كتيرة دلوقتي بتتم في هذه المحافظة في قطاع المياه والصرف الصحي بتكلفة تخطط 2 مليار جنيه، ده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المشروعات اللي بتتم معانا عبر الهاتف المهندس محمد النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم عليك وعلى كل السادة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. أنا عايز بس أرجع ورا شوية كده قبل البدء في هذه المشروعات، وبالمناسبة تكلفة كبيرة، نتكلم في 2 مليار المشروعات للمياه والصرف الصحي في الفيوم فقط، فهنتكلم في تفاصيل هذه المشروعات، لكن قبل بدء هذه المشروعات كيف كان الحال في الفيوم؟ الحقيقه الحال في الفيوم كان نسبه التغطيه بالنسبه للصرف الصحي كانت منخفضه شويه، ما كانتش تتخطى حاجه و30%. حاليا احنا شغالين في مركزين بالفعل بنرفع نسبه التغطيه فيهم ل 100%. طيب باشمهندس، طبعا بعد التحيه حابين نعرف من حضرتك يعني ابرز المشروعات اللي بيتم تنفيذها ضمن مبادره حياه كريمه بالقرى، لو هنتكلم تحديدا في قطاع المياه والصرف الصحي، وزي ما ذكرنا التكلفه كبيره انها تكون في هذا القطاع، فاكيد كنا محتاجين مشروعات عديده. في الحقيقه احنا في مبادره حياه كريمه محافظه الفيوم بتحظى بالعمل في مركزين، احنا بنشتغل في 4 حزم في قطاع المية والصرف الصحي. الحزمة الأولى شبكات المية، الحزمة الثانية الصرف الصحي، الحزمة الثالثة المحطات والخزانات، الحزمة الرابعة الوصلات المنزلية. حجم الأعمال اللي موجودة، احنا بنشتغل في 63 قرية في ضمن مركزين إطفاء ومركز يوسف الصديق اللي احنا شغالين فيهم حاليا. الحزم بتغطي المية، بتغطي 100% حاليا دلوقتي من القرى تم تغطيتها بمياه الشرب النظيفة، حاليا كلها متوصلة وكلها شغالة. الصرف الصحي احنا خلاص يعني ان شاء الله في خلال وقت قصير بنخلص القرى اللي شركة المياه شغالة فيها، بننهيها ان شاء الله بفترة قريبة. الخزانات احنا شغالين في 3 خزانات كبرى في المركزين، بحيث ان هي المناطق المرتفعة بيوصل لها برضو المية عن طريق تخزين المية وانها تضخ بعد كده في الاوقات اللي بيكون الاستهلاك فيها عالي. المحطات فعلا في محطتين كبار بتكلفه كبيره جدا. محطه العزب الرئيسيه دي بطاقه 120,000 متر مكعب في اليوم، ومحطه احافه بطاقه 43,000 متر مكعب في اليوم، دي بتغطي كل العجز اللي كان في انتاج الميه اللي كان موجود في المركزين، وبذلك بنكون احنا قفلنا تماما كل الفجوات اللي كانت موجوده في المحافظه بالنسبه لتغطيه الميه والصرف الصحي في اول مركزين احنا شغالين فيهم حاليا في المرحله الاولى من مبادره حياه كده. طيب على اي اساس يا فندم تم اختيار المنطقتين دول عشان نعمل المحطتين؟ المنطقتين دول اللي هو المناطق اللي فيهم، طبعا حضرتك تعرف ان محافظة الفيوم نهر النيل ما بيمرش منها، ولذلك احنا دايما المية بناخدها عن طريق بعض الترع المتفرعة من نهر النيل. اليوم بيتم اختيار الاماكن على اساس الترع المتاحة اللي موجودة اللي بنقدر ناخد منها كميات المية الكافية لانتاج المحطة. طيب يا فندم برضه حابة أعرف من حضرتك يعني تفصيلة، هل مشروعات المياه والصرف يعني بتشمل كل محافظة أو كل المراكز وكل القرى في الفيوم، ولا بتبقى قرى بعينها؟ يا فندم لا، هي القصة احنا بنبتدي حاليا دلوقتي بمراكز، يعني محافظة الفيوم عبارة عن 6 مراكز. المرحلة الأولى شاملة مركزين اللي هم زي ما قلت لحضرتك مركز إطفاء ومركز يوسف الصديق. المرحلة الثانية اللي هي إن شاء الله تبدأ قريبا شاملة مركزين تانيين اللي هم مركز الفيوم ومركز طمية. المرحلة الثالثة بعدها هتشمل مركزين تانيين اللي هم مركز إطفاء ومركز أبشواي ومركز سنوس. عظيم، لكن حتى الآن في قرى بالفعل وصلها الصرف الصحي والدنيا بقت تمام عندهم، المياه صلاح الشرب بقت موجودة بسبب وجود المحطين اللي حضرتك ذكرتهم. المياه يا فندم تماما تم الانتهاء تماما من حزمة المياه، وأصبحت كل القرى حاليا
المياه فيها مخدومه بنسبه 100%. الصرف الصحي جاري حاليا للانهاء، وان شاء الله في خلال فتره بسيطه هيكون تم برضه الانتهاء تماما. عظيم، لكن اقصد ان في بيوت دلوقتي بتتمتع بخدمه صرف صحي جيده. طبعا يا فندم جدا، يعني كتير جدا كمان، يعني نسبه كبيره جدا، خلص احنا بنتكلم في حاجه 90% من المعدل تم الانتهاء منه. عظيم جدا. طيب يا فندم، مهم برضو ان احنا نعرف حتى الان ردود الافعال، يعني لو هنتكلم عن المواطنين في محافظه الفيوم والقرى والمراكز اللي بالفعل وصل ليها خلاص وصلت ليها الميه، ردود الافعال حتى الان عامله ازاي؟ بالفعل احنا عندنا ادارات التوعيه بتمر على الناس بشكل معين، بتعمل ندوات توعويه، بتعمل قوافل في المراكز اللي فيها المبادره حاليا في القرى، بتقابل الناس، بتوعيهم، بتشوف ردود افعال الناس، بتستقبل الشكاوي اللي موجوده من الناس، بتحاول ان هي تتواصل معاهم بشكل واضح على اساس توضيح اي حاجه، حل اي مشكله، في اي رغبه من اي حد بتكون مش عارفينها، احنا بنحاول ان احنا نتدخل ونحلها بمجرد ما بنعرف الشكاوي اللي موجوده. يعني بيحصل فعلا اداره التوعيه بالتنسيق مع المحافظه، بالتنسيق مع المديريات الاخرى، بنحاول فعلا ان احنا نوصل للمواطن وناخد رد فعله، ونحاول ان احنا باذن الله دايما بنحل اي مشاكل موجوده. الموضوع خطير بالمناسبه، لانه ليه تداعيات صحيه كبيره جدا، يعني ليه تاثير كبير جدا على صحه المواطنين لما بيكون ما فيش مشاريع صرف صحي جيده، بيأثر بكل تاكيد على صحه المواطنين، فكان لابد من الاهتمام بهذا الجانب. طبعا طبعا بنشكر حضرتك طبعا مهندس محمد النجار، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وزي ما كنا بنتكلم هذا الموضوع وهذه او تكثيف العمل في هذه المشروعات مهم جدا، لانه من ابسط حقوق الانسان انه يتمتع بصحه جيده، ودي تاتي عن طريق مياه نظيفه. لو هنتكلم بس عن حجم المشروعات اللي بنتكلم فيها النهارده، المشروعات المياه والصرف الصحي، انه تصل ليه مياه نظيفه للشرب وللاستخدام الادمي، وفي نفس الوقت يكون عنده صرف صحي مما يمنعه من امراض كتيره جدا طبعا. او يمنع عنه امراض كتيره جدا يا جماعه. زي ما دايما بنتكلم يا شاذلي، هي منظومه متكامله، لو الميه مش نظيفه او الميه مش بتوصل اكيد هيبقى في مشاكل صحيه كتيره، هيبقى في مع الضغط على القطاع الصحي والطبي هيحصل فيه تهالك في القطاع الصحي، وهي هتلف الدايره بقى. احنا دلوقتي بقى على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نرجع كده لنقطه البدايه، نعرف المشكله اصلها من فين، وده اللي حاصل حقيقه من خلال مبادره حياه كريمه.